منذ اندلاع المظاهرات الشعبية في 23 من أغسطس الجاري ضد فساد حكومة الصخيرة وميليشياتها، تمر العاصمة طرابلس بفترة صعبة بعد تغول الميليشيات وتمسك السراج وحكومته بالسلطة وقمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم، وكذلك الصراع الذي نشب بين السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، والذي راح ضحيته باشاغا معزولا من منصبه. بعد كل هذه الأحداث التي مرت بها العاصمة، أصدر حراك 23 من أغسطس بيانا جديدا أكد من خلاله على سلمية المظاهرات. واستنكر البيان القمع الذي قامت به منظومة الفساد التي تتحكم في جميع مفاصل الدولة، كما أدان الحصار وإطلاق النار على المتظاهرين والحملة الإعلامية المدفوعة الثمن والتي تحاول تشويه الحراك وتشجيره لصالح أطراف معينة. كما شجب البيان مقتل المواطن سند عمر المقرحي في منطقة غوط الشعال على يد الميليشيا المسمى مجموعة القوة المشتركة، وطالب السراج بإصدار الأوامر بإطلاق سراح جميع المعتقلين. وأوضح البيان أنه لا يؤيد وزير الداخلية الموقوف عن العمل فتحي باشاغا، إنما تضامن فقط مع كلمته التي طالبت بالسماح بالتظاهر ووقف القمع. وشدد البيان أنه مع إسقاط كافة الأجسام السياسية وأبعاد جميع الشخصيات. واستنكر الحراك المظاهرات التي خرجت في مدينة مصراتة لتأييد فتحي باشاغا، ووصفه بالتحرك الجهوي، مطالبا أهالي مصراتة بالانحياز لإرادة الشعب والمتظاهرين في طرابلس. هذا الحراك الذي يذكرنا بحراك ليلة التمديد الذي انطلق في العاصمة طرابلس عام 2014 لينتج عنه إنهاء ولاية المؤتمر الوطني العام الذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات المتحكمة في العاصمة طرابلس. فهل سينجح حراك 23 من أغسطس في إنهاء حقبة الإخوان والميليشيات المسيطرة على طرابلس، أم أن الحال سيظل على ما هو عليها حتى تتدخل القوات المسلحة وتنقذ أهالي العاصمة من براثن الميليشيات؟ لقناة ليبيا الحدث، محمود بن مصباح.